طبعا حصاني تعب لازم شوي يقعد ياكل حتى يسترجع طاقته. الكونسبت مال هاي اللعبه هو الوقت الى مكان وقلتش. تخيلوا الجلتشات ما تطلع يعني الا الحسن. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ اهلا بكم قناة العاب خنفشارية وراكي جمار. اهلا بكم باللعبة الخنفشارية، لعبة كينغدوم تو كراونز، من اوائل الالعاب اللي لعبتها ويعني شلون جابت مشاهدات بالرغم يعني هي بداية القناة، فهواي طلبتوها من عندي بس كنت متعاجز العبها وكنت خايف انجلد من هاي اللعبة. اوكي، يعني الجلد بيها مؤلم شوية، انت تقعد تبني بقواتك وتتقدم بالجزر، اخر شيء طيح حظك فرد مره. عذروني تاخرت عليكم بهاي اللعبه. طبعا هنا أنا الثيمات، اوكي، نورث ايسلند، عندنا الثيم الهندي، هنا الثيم مختلف كلش. الثيم الياباني لعبته من قبل، هنا الثيم البريطاني، اعتقد نفس الثيم الياباني. اوكي، طبعا هاي اللعبه من قبل، يقدرون يشوفون السلسله بدايه القناه، فادائي كان يمكن مو زين بس حيل عجبتكم. اوكي، فنلعب اللي هو كينغدوم نورث ايسلند. اوكي، نقول شنو، نورمال هارد كورست، لا مستحيل كورست، لا ما كان قصدي العبها كورست، لا خليتها اصعب صعوبه. طبعا اللعبه من فري ستوديو، اوكي، من تطوير فري ستوديو. ستومبي سكويد هم من تطويره، روفري من نشر روفري. فايه هسه نقول له هنا نورمال، لا مو نورمال، برستو شو اسمه، هارد لا، كوست لا، مو ايزي، اريدها نورمال. ياب نورمال، ما اريد اندعس يعني وانجلد لان نفسيتي ما تتحمل. اخر مره لعبت اللعبه كان نفسيتي ما تتحمل ابد. اعتقد نفس ترتيب السلسله السابقه اللي هي اروح الجزيره الاولى اخلص على السريع. اوكي، كينغدوم تو كراونز لان هم المفروض ملكين. اوكي، العبها ويا شخص ثاني بس بعد تعرفوني. خلي حصاننا، طبعا حصاني تعب لازم شوي يقعد ياكل حتى يسترجع طاقته. بس احنا باليوم الاول، خل اغير، اوكي نغير الشكل، اعتقد هذا والله ما ادري، هذا حلو مبين، ما ادري. هسه احنا باليوم الاول، باليوم صفر، هاي الجزيرة الاولى. بتقدمي باللعبة راح نتعلم بعض الاشياء الجميلة يعني. يا اخي هاي اللعبة جميلة، ما ادري عالمها جميل وهادئ. وظف لنا ناس، طبعا هسه انشأت لي قاعدة مالت القرية. اول شخص انطي سيف او سهم، الثاني انطي مطرقة، اوكي، او طبر. اوه عندي اثنين، خل اوظف، لا ما اقدر، يابا عندي واحد. شو تريدين؟ ما ادري شو تريد هاي. ياب تقول لي سوي لك دفاعات. واحد عينت ارشر رامي سهام، والثاني عينت باني اوكي، واحد يبني ايش اسمه، استغفر الله، واحد رامي سهام، واحد يبني لي الدفاعات والسوالف. يلا صدقل لي، تعال ارجع، ادري ما حاجة التوتوريال، هذا التوتوريال طبعا. يقول لي عينه هذا ارشر. اوكي، شنو هسه؟ ما عندي فلوس، قولي شويش، ما عندي فلوس. يجيبون فلوس من وين؟ يجيبونه من هذولي الارانب او هيك شغلات، ومرات يتدبلن. اوكي، خلينا نحش هاي، عندنا هنا أنا. اوكي، شنو هاي هنا؟ ما ادري شنو هاي، شنو اقدر اخلي فلوس هنا؟ المهم هذا ال يب كتله، عاش بعد طقه، شو السالفه؟ اربع طقات يحتاج، شو السالفه؟ المهم نعيل لنا رامي سهام ثاني. لا ما عندي فلوس، وات تاف، لازم اعين هواي رامين سهام. ليش؟ لان هم اللي يجيبوا لي الفلوس. اوكي، ان شاء
الله تختمتي هاي المرة راح تكون يعني عد قد توقعاتكم. خلينا نقول اوه قتله قتله الحمار. بالجزء بالسلسلة السابقة كنت العب شو اسمه كان اكو غزلان مو حمير. الستايل مال هاي اللعبة يختلف، مو بس الستايل اكو شغلات بعد بالجيم بلاي اختلفت، وهذا الشيء اللي حلو اللي يعني خلاني العب هذا الجزء. اوكي وهاي الاضافة، هل هاي اضافة تعتبر؟ ما ادري شيش طور منطقتنا. نايس نايس نايس، راح ابنيها شوي شوي الى ان تصير قلعة حصينة. لازم ادير بالي ما اقطع الشجرة الاخيرة اللي تكون داير ما داير داير ما داير شو اسمه هذا المكان. اوكي اوه هاي هنا شو اسمه السفينة مالتي، لازم اجي او اطورها بسرعة. اوكي لازم اجي ابنيها بسرعة وانتقل الى الجزيرة اللي بعدي. اوكي نايس. عندك فلوس ما عندك فلوس؟ يبطاني فلوس هذا التاجر، انطي عملة واحدة. اوكي يب خلي فلوس. نايس نايس، انطي عملة واحدة ويجي لي بعد يوم. اوكي احمي بالليل راح ينطيني فلوس اكثر. لحد الان وضعنا من ناحية الفلوس 100% يعني 100% ما عندي اي مشكلة. خل اجيب انا العزيز هنا يقطع الاشجار. طبعا هسه انا جاي اخاطر لان جاي ارسل الطبار او اليا طبار الحطاب او البناء برا القلعة، وهذا الشيء خطر طبعا. بس لان بدايتي هاي اول ايام يعني باللعبة فماكو خوف يعني، راح يجي لي عدو واحد كل ما مر الوقت. فكرة هاي اللعبة يب 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 شوفوا هذا الوحش، فكرة هاي اللعبة هي الوقت، الكونسبت مال هاي اللعبة هو الوقت. كل ما تتأخر كل ما تقوى الموجات، كل ما تقوى الموجات كل ما يقل فرصتك بأنه تنجو. هل أنا خلع على سهل خلع على النورمال؟ اوكي ما ادري والله شنو هاللعبة سهلة كلش وانا اتخيل. اريد ابني مزرعة بس اول شي خل ابني هنا أنا الحاجز. اوكي يعني اتقدم، انا سباني حاجز وراي بس لا اريد اتقدم لي قدام. هي هاي فكرة اللعبة، لازم تقدم حواجزك وتكبر من مملكتك الجميلة. اوكي دام يا اخي اللعبة هاي حلوة. ابني هذا ابني هاي، خل انطلق من هاي الجهة خل اقل فلش هذا اني. طبعا لعبت هاي اللعبة بالبداية قبل شوية اوكي او يعني قبل لا اختمها هسه قدامكم، اريد اجربها اجرب شنو ايسلند نورث لاند ايسلند او هيك شي شنو هاي الاضافة. جربتها وصلت الى مكان وقلتشت، تخيلوا الجلتشات ما تطلع يعني الا الحسن استغفر الله الله حركة يعني. اوكي فده جلتش غبي جلتش غبي كلش، بحيث خل كل الجنود ملات يموتون. تخيلوا جلتش غبي بعد نايس جلتش من اللعبة نفسها، هو فرشي داخل اللعبة سوى مشكلة يعني. اوش هذا يحتاج جوهرة ابو البوق، شو يسوي البوق؟ ادري تعب الحصان. بس انا جاي خاطر طبعا جاي اتعمق بالغابة، بمجرد انه يصير الليل راح يجوني الاعداء. يلا يلا ارتاح بسرعة، لو من الاعشاب من الحشيش استرجع طاقته او من انه اقعد. اوكي كل شوي يلا بسرعة نايس. ما اقدر ابني واقطع اشجار الا اذا كان الخلفية فارغة. انا عندك فقرة فقراء ان شاء الله عندي فلوس كافية يعني اقدر احمي نفسي بيها. هنا أنا تقوية للارشر اعتقد، ما ادري والله ما اعرف هواي شغلات عن اللعبة. اوكي بس انا جاي العبها بتفكير انه نفس الجزء الاول او نفس اضافة اليابانية. امتى جيتوا؟ اوكي
اوكي يلا في مال. لا هذول اذا طقوني راح يطشرون فلوسي. جاي سلغل. يب هاي الجهة هي المرفأ. اذا الجهة المفروض اتوجه لها هي جهة الجبل. بلعبة كينغدوم اكو جهتين باي جزيرة، جهة من عدهن جهة المرفأ وهذا الوحش. اوكي اقدر اكتلنه بس ما عندي القدرة هسه حاليا انه اكتله. والجهة الثانية جهة الجبل. الجبل هو مصدر كل الوحوش، فاذا فجرت الجبل راح اقدر يعني شلون اصير الجزيرة ملكي بنسبة 100%. اوكي الوحش المرفأ سالفته بس انه هو اذا قتلته اقدر اروح وارجع للجزيرة وانا مرتاح يعني. اوكي شيش اقدر اتنقل بين الجزر باستخدام السفينة. اوكي شيش يا اخي متوتر لان احس ما راح اجي يعني ما راح اضبط هاي السلسلة. ليش؟ لان متوتر نوعا ما. الله اكل العافية على الحصان ابو كلب طبعا. اوه قدموا لي هنا. يلا يلا قدموا بعد اكثر، قدموا بعد اكثر. نايس نايس سرعة سرعة قبل لا يجون الوحوش. بس انا جاي خاطر هو جايبني، اذا جاوا الوحوش وهو وجايبني فش اسمه راح يتعدون الدفاع، لان يعني الدفاع هسه ما عندي دفاع اصلا فراح تلاص. فمخاطرة هاي اللي جاي يسوي. اوكي مخاطرة بس من اجل الوقت يعني. يب نايس. الوقت شيء مهم كلش. الوقت الوقت هو اهم شيء باللعبة. اذا كنت سريع بما فيه الكفاية فانا ما احتاج الى قوات قوية كلش. هذا شني نايس نايس والله. اعطيني فلوسك. نايس هل نطور تطويرتنا. اريد ان المزارعين اكو المزارعين وين؟ ياب هذول المزارعين. نايس نايس يجون هنا المزارعين. اذا عندي ياب اعتقد هذول الفايكنج طبعا. اوكي يلا راح يروح يزرع لي، وهذا مصدر ثاني للفلوس. اوكي اوه ليش انطوني هواي فلوس؟ طبعا هاي وحده من افكار اللعبه، من اهم افكار اللعبه او جوانب اللعبه، انه لازم تنطيهم مساحه خضراء واسعه بها هذن الطحمات اللي هسه انا واقف عليها اللي يطلع من عندها الراكون. من يطلع من عندها الراكون راح اقدر اجيب انا فلوس، يعني راح يصير عندهم مجال انه يصيدون. هذا شيء مهم كلش. هي حلقه اليوم راحت وانا بعد كلش ما مسوي نطور هاي بسبب بس حاليا مصدر الفلوس ممتاز. بس لازم حتى اتقدم باللعبة لازم اطفر من هاي الجزيرة. هاي الجزيرة ما اقدر اسويها اي شيء حاليا لان ما عندي القدرة على تدمير البوابات. اوكي احتاج دفاعات احسن. نايس نايس. احلى شيء انه يكون قريب من عندك هذولي الفقراء. هذولي الفقراء ما دام قريبين فالوضع مية مية. اوكي حتى يمتى ما اريد كل يومية راح يطلع فقراء بهاي شو اسمه هذا المكان. كل مرة يطلع فقراء اقدر اعينهم لانهم قريبين كلش من عندي. شيش تريجر صندوق اللي احتاجه. ليش انا مضطر انه اطفر من هاي الجزيرة الى الجزيرة الثانية او الثالثة؟ انه ماكو جواهر حتى اطور نفسي. اوكي احتاج الى تطويرات والى جواهر. وين وصلت انا؟ اقدر اقدم اقدر اعتقد يوم خل اقدم مملكتي الى هنا. واحد اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة. يب هاي شلون يعني بالمقابل انه انا جاي اقدم بسرعة لازم انطيهم فلوس حتى يكفوني شرهم يعني لهذا اليوم. هنا لو اكو قدرة واكو شفر شغلات اضافية باللعبة هي غير القدرات.
اوكي 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 تريجر نايس. وضع الوضع وضع ممتاز، الوضع تحفة، جاي يتقدم بشكل رهيب بشكل خارق. اعتقد وصلت للجبل. وات ما سمعت اصوات. وهذا هو الجبل، هذا هو الجبل، البوابة ما مفتوحة، بس اذا تقدمت اكثر راح تفتح، راح تنفتح البوابة. مو لا ما انفتحت، ايه ما انفتحت، بس هي راح تنفتح لما يجي الوقت اللي شو حتى الحصان يخاف. المهم راح تنفتح لما يصير الليل، هسه صار الليل بس خلصت الموجة. اوكي هم الثلاث وحوش. شوفوا بالبداية اجولي اثنين، هسه اجولي وحشين. بالليلة الجاية راح يجون اربعة، الليلة اللي بعدي راح يجي وحش جديد مثلا، فالوضع خطر. هنا أنا هذا شلون لغز؟ لما نحتحل هاي الالغاز راح تحصل على قدرة او اداة، الادوات شي جديد بهاي اللعبة. اوكي شيش يلا يمتى يجون. نسيت اعين لي واحد من ذول شو اسمه، اعين لي يعني شلون طبار ثاني او يا طبار، ليش اسميهم طبارين ما ادري، اعين لي حطاب ثاني او بناء ثاني، هذا شي ضروري كلش. اوكي تعال 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 طور الدفاعات اكثر، راح ياخذون وقت على ما يجون، يعني خذ وقت هذا النجار، خذ وقت على ما اجي لي هنا. الوقت مثل ما قلت هو اهم عامل بهاي اللعبه. شيش بسرعه، ليش تقدمت بدون ما اقطع الاشجار هذا اللي وراي، حتى اقدر احتفظ بالمخيم مال الفقراء. اوكي حتى يصير عندي مصدر للعمال. اوكي طبعا هنا انا ما اقدر اسوي بعد التطوير اللي بعدي، ليش؟ لان احتاج الى شلون نقولها تطويره، ما اقدر اطور الحاجة اكثر لان احتاج الى التطوير الحجرية مثلا. فيا اعتقد صارت الحلقة طويلة كلش. شوفوا لو انا قاطع الاشجار كان ما كان اختفى هذا اللي هنا أنا. اوكي كان اختفى ابو الحمار التاجر، خلينا نقول التاجر ياب، ليش ابو الحمار. نايس تطوير هنا، هاي ال شو اسمها تطويرة السفينة. اوكي يلا شباب لا بتاخذها ترجعها ياب، يلا اريد نجار. اوه هاي شنو هاي ما شفتها. لا هاي الحجارة اذا اعطيتها ثلاث دراهم راح تنشئ لي، شلون تنشئ لي شنو قلنا والله، تنشئ لي برج. ياب اريد نجاري قلنا، بعد واحد نايس تمام فلوسك. فا اوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا باللايك والاشتراك، واذا عندكم شيء تقولونه او لعبه تريدون العبها اكتبوا ليها بالتعليقات. نشوفكم عقب باكر الساعه 7 بالليل ويا لعبه Kingdom Two Crowns North Iceland. اوكي يلا باي.